الرسول يوقف على طرف الصراط، ما خلانا، ما قال خلاص الحساب بدأ انا بوقف وكل واحد ياخذ جزاء. الرسول يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم امتي، اللهم امتي. ثم يمر الناس يشوفهم النبي، اللهم سلم، اللهم سلم، لين يمرون. اذا طلعوا واطمأن ان الناس مشوا على الصراط، راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة، فتفتح ابواب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد، ياخذك يا ابراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة، ويمسكك حتى يهديك ويدخلك الى قصرك. اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين، هذا مشهد عظيم. طيب خلاص، طيب دخلنا الجنة، تينا لا، فينظر النبي فيقول ان من امتي من ادخله الله النار، فينظر النبي فيقول ان من امتي من ادخله الله النار. يا رسول الله، حتى اهل النار، حتى الذين عصوا؟ ان من امتي من ادخله الله النار، واني ساشفع عند ربي حتى يرحمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذهب تحت عرشه واسجد واقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار، اللهم اني استشفعك فيهم. فيقول النبي، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا، يعني حدد لي عدد، ويقول اذهب واخرجهم من النار. يقول فاتي واحد الحد واخرج من امتي من اخرجهم. ثم يقول ادخلهم الجنة ويبقى عدد، فاشفع مرة ثانية فيحد لي حد فاخرجهم وادخلهم الجنة. يقول اربع مرات، يقول فاستحي من ربي واسجد مرة خامسة، فاقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار. فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واذهب واخرج كل من كان في قلبه لا اله الا الله. يقول فآتي واخرج منهم. ثم اذهب المرة السادسة فيقول الله يا محمد اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة. يقول فاذهب حتى يقول الله يا محمد اذهب واخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان. يقول فاخرج ما شاء الله من امتي حتى يدخلون الجنة. ثم اذا اردت الدخول خلاص، يا رب انه من امتي، فيقول الله له يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك. احدث يعني غير، بدل، ابدع، يعني بدعة، ابتدع. قال وسحقا سحقا، فيؤخذ الى النار. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.